الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير عالم الغيب والشهادة، الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك، فهو الواحد الذي لا ضد له، وهو الصمد الذي لا منازع له، وهو الغني الذي لا حاجة له، وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو جبار السماوات والأرض، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه صلاة وسلاما يليقان بمقامه أمير الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فيا أيها الأحباب، تعالوا بنا لنطوف سويا في روضة القرآن الكريم، ومع اللقاء الخامس على التوالي ما زلنا نطوف مع حضراتكم في بستان سورة مريم. وقلنا في اللقاءات الماضية بأن عقيدتنا نحن الموحدين أن الله واحد لا شريك له، واحد لا ضد له، صمد لا منازع له، غني لا حاجة له، فهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو العليم الخبير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما من جبل على ظهر هذه الأرض إلا ويعلم الله ما في وعره، ولا بحر على سطح هذه الأرض إلا ويدري الله ما في قعره، وما تحمل من أنثى ولا تضع على ظهر هذه الأرض إلا بعلمه. عقيدتنا أن الله واحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثانيا، نقر ونعترف بأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء عليها السلام، ونحن نبرئ عيسى مما اتهمه به هؤلاء، ونقول ما قاله عيسى عليه السلام: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وتعالوا بنا كما وعدناكم سابقا لنهتف مع إمامنا وأستاذنا ابن القيم، ونصرخ في هؤلاء قائلين: أعباد المسيح لنا سؤال، أعباد المسيح لنا سؤال، نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه، فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا، وأعجب منه بطن قد حواه، أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه، وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه، ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك، هل هذا إله؟
تعالى الله عن إفك النصارى، سيسأل كلهم عما افتراه. وصدق الله إذ يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي عقيدتنا أيها الأحباب. أما بالنسبة لتفسير الآيات، فكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله جل وعلا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال أي قال الله سبحانه وتعالى عن طريق الملك: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهنا قال زكريا لربه، يريد أن يطمئن قلب، يريد أن يطمئن قلبه. فقال زكريا كما قال إبراهيم لربه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأراد زكريا أن يطمئن قلبه أو أن يطمئن قلبه، فقال: رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. فرد الله سبحانه وتعالى قائلا على لسان الملك: يا زكريا إني قادر على ذلك وقد خلقتك ولم تكن شيئا مذكورا، ألا تتذكر أصلك؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهنا قال زكريا: رب اجعل لي آية. فألا تكلم الناس 3 ليال سوية، بمعنى أن يصمت لسانك وينعقد لسانك عن الكلام مع الناس، أما إذا ما أتيت لتذكر الله انطلق لسانك بإذن الله جل وعلا. هذه هي الآية، آيتك أن تعجز عن كلام الناس الكلام العادي، أما إذا ما ذكرت الله انطلق لسانك. وهذا دليل قاطع يا أحباب أن الإنسان إذا ما كان في ذكر لمولاه اطمأن قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يريد الله أن يطمئن قلب زكريا بذكره جل وعلا. آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. وهنا بعد هذه الأيام 3 خرج زكريا على قومه من المحراب وذكرهم أن يذكروا الله جل وعلا وأن يسبحوا الله جل وعلا وأن ينزهوه عن كل نقص، فهو القادر على كل شيء الذي طمأنه وذكره بأنه سوف يرزقه بيحيى بعد أن وصل إلى هذا السن الكبير وبعد أن أصبحت زوجته عاقر لا تلد. سبحوا الله الذي يقول للشيء كن فيكون ونزهوا الله الذي هو قادر على كل شيء. هكذا قال يا زكريا لقومه: سبحوا الله بكرة وعشية. وهنا يقف سياق الآيات عند هذا الحد، وفجأة تأتي الآيات لتنادي على يحيى بهذا النداء العلوي المبارك: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وبين هذه في هذه الفجوة بين هذين المشهدين، بين استجابة الله لزكريا وبين نداء الله على يحيى، في هذه الفجوة يتربى يحيى ويترعرع ويسكت سياق الآيات عن تربية يحيى وعن صبا يحيى، وفجأة يأتي النداء مباشرة ليحيى قائلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهذا النداء العلوي إن دل فإنما يدل على مكانة يحيى عليه السلام. يا يحيى المنادي هو الله، ينادي الله عليه باسمه مجردا، وهذا إن دل فإنما يدل على القرب، لأنك إن كنت مرؤوسا لرئيس ولله المثل الأعلى، إذا ما كنت قريبا منه نادى عليك باسمك. والنداء بالاسم كما يقول علماؤنا فيه حنان وقرب وحب ومودة. أقول يا فلان، لا أقول لا أنادي عليه بكنية أو لا أنادي عليه بمنصب، وإنما أقول يا فلان بالاسم المجرد، هذا دليل على القرب والحب والمودة. فالله سبحانه وتعالى ينادي على يحيى قائلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هكذا يأتي سياق الآيات
طريقة القرآن في عرضه الفني لقصص القرآن لا يبرز إلا أهم المشاهد وأهم النقاط. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا يكلمنا القرآن عن صباح، لا يكلمنا القرآن عن مولده، لا يكلمنا القرآن عن تربيته، وإنما بداية أول كلمة تكلم الله بها مع يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وهنا ملحظ جميل يا أحباب، أن ما سكت عليه القرآن لا تكلفوا أنفسكم في البحث والسؤال عنه. لا تقولوا ما اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، لا تقول ما اسم أم موسى، لا تقول كم كان عدد أهل الكهف، وهكذا. كل ما سكت عنه سياق القرآن، فإن القرآن كلام الله الذي يقنن للبشر. لو علم الله أن في ذكر هذه الأمور أهمية لذكرها جل وعلا. إذن هنا ينادي الله مباشرة على يحيى ويقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. يا يحيى لابد أن تحمل الأمانة التي طلب أبوك زكريا، أن تحملها بشدة وبقوة وبإخلاص. لأن زكريا حينما نادى الله جل وعلا قال: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يكون أهلا لحمل هذه الأمانة ولحمل عبء هذه الدعوة. فالله نادي على يحيى مذكرا إياه هذا العهد الذي طلبه الله، طلبه زكريا من ربه جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، كن أهلا لحمل هذه الأمانة بثقة وشجاعة وجرأة وإقدام لا ضعف فيها ولا تهاون فيها، أي في من يحمل هذه الرسالة. لا بد أن يكون قويا، لا بد أن يكون شجاعا، لا بد أن يكون جريئا. وهنا يا أحباب موضوعنا اليوم مع هذه الآية فقط: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. موضوعنا هو هذه الآية: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الأمانة بجرأة، خذ الأمانة بصدق، خذ الأمانة برجولة، خذ الأمانة بشهامة لا ضعف ولا استكانة ولا هوان ولا ذل. فتعالوا بنا لندقق النظر في هذه الآية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إن النداء يا أحباب ليس ليحيى وحده، وإنما لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ولكل من حمل لواء لا إله إلا الله وسار على أسماع الدنيا وأسماع الزمان ليعلن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ننادي عليه بنداء الله ليحيى قائلين له: خذوا الإسلام بقوة، وخذوا الإيمان بقوة، وخذوا الدين بقوة، كما قال الله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. اعرضوا أنفسكم على هذه الآية، دققوا النظر في هذه الكلمات، تعالوا بنا لنعرض أنفسنا على ميزانها لنرى حال الأمة، لنرى حال الأمة الذي وصل إلى قمة الضعف والحقارة والذل والهوان. لو نظرتم أيها الأحباب إلى حال المسلمين اليوم لوجدتم أن الله سبحانه وتعالى قد أذن لنا للقردة والخنازير، لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. فهل بالله عليكم هل هناك ضعف وهل هناك حقارة وهل هناك ذلة أبشع وأفظع من هذه الذلة؟ هل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ هل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ لا والله. لو نظرنا إلى حال المسلمين اليوم لوجدناهم غتاء كغتاء السيف، ولكن لا قيمة له ولا وزن له ولا حضارة له ولا تحديات له. وأعداء الإسلام يخططون ويدبرون، ولكننا نقضي الأوقات والأعمار أمام المسلسلات والأفلام، أمام المسلسلات والأفلام والمباريات، أمام الدورات، وأعداء الإسلام يخططون ويدبرون للإسلام ليل نهار. أعداؤنا أطلقوا صواريخ الفضاء إلى السماء، أعداؤنا أطلقوا صواريخ التجسس إلى السماء، ونحن لا هم لنا إلا المباريات، ولا هم لنا إلا الأفلام، ولا هم لنا سوى المسلسلات. هل هذه من أسباب القوة؟ هل هذه من أسباب القوة التي أمرنا القرآن بها قائلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ والقوة هنا بمعنى عام، قوة عامة، قوة سياسية،
وقوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة ثقافية وقوة علمية وقوة إيمانية وقوة روحية وقوة بدنية. فالقوة هنا بمعناها العام بمعناها الشامل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهل هذا هو إعدادنا؟ هل هذه هي قوتنا؟ أن نقضي الأوقات أمام هذا اللهو الماجد وأمام هذا الهراء الفاحش الصارخ؟ لا والله، ليس هذا من أسباب القوة. هل من أسباب القوة أن يكون حال طلبة المسلمين بهذا التأخر وبهذا الفشل وبهذا الرسوب ليتركوا القيادات والريادات والسيادة لغيرهم من المسلمين بعد ذلك حتى يصب علينا بعد ذلك الهوان والعذاب والإذاء صبا؟ هل هذه هي أسباب القوة؟ هل من أسباب القوة أن تمزقنا الخلافات وأن تمزقنا الفرقة إلى هذا الحد؟ وما من واحد منا إلا ويعلم علم اليقين أن في هذه الاختلافات وأن في هذه الفرقة سبب خطير ورئيسي من أسباب ذلنا ومن أسباب ضعفنا ومن أسباب هواننا ومن أسباب حقارتنا على هؤلاء أعداء الله وأعداء الدين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله الذي لا إله غيره لا بد أن نعلم هذه الحقيقة جيدا، أن الضعيف سيظل ضعيفا إن لم يقوي نفسه، حتى ولو أخذ الله أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من على ظهر هذه الأرض وبقي حال المسلمين بهذا الشكل الذي نراه اليوم، بقي حالهم هكذا من الضعف العسكري ومن الضعف الاقتصادي ومن الضعف الأخلاقي ومن الضعف الروحي ومن الضعف الإيماني، لو بقي حال المسلمين هكذا حتى ولو أخذ الله أعداءنا من على ظهر الأرض، والله لن نستطيع ولن نصلح أن يمكننا الله عز وجل في الأرض ونحن بهذا الحال. لأن الله لا يمكن في الأرض إلا لأوليائه، لأن الله لا يمكن في الأرض إلا لأحبائه، لأن الله لا يمكن في الأرض إلا للمؤمنين حقا. وصدق الله إذ يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن يا أحباب، لن يمكن الله لنا في الأرض إلا إذا كنا أهلا لهذا التمكين. لن يمكن الله لنا في الأرض إلا إذا كنا أهلا لأن يلقبنا الله بالمؤمنين الصالحين. لأننا لو فتشنا في حالنا لوجدنا أننا أبعد ما يكون عن تمكين الله لنا. الله جل وعلا يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهل توفرت فينا شروط الإيمان؟ هل توفرت فينا أركان الإيمان لنكون نصرة، لنكون أهلا لنصرة الله جل وعلا؟ أقول بصدق: لا والله، لا والله. لأننا لو كنا أهلا لنصرة الله جل وعلا ما تخلى الله عنا أبدا. الإسلام في هذه الأيام كلاب الأرض وذئاب الأرض ينالون من الإسلام والمسلمين ليل نهار، كلاب الأرض وذئابها يخططون ويدبرون للإسلام والمسلمين. ولكنني كما أقول، المسلمون في سبات عميق، يقضون الليالي ويقضون الأوقات، بل ينقضي العمر أمام المسلسلات وأمام الأفلام وأمام المباريات بدون تخطيط وبدون تدبير. أصبحنا نعتمد في لقمة العيش على أعداء الإسلام وعلى أعداء الدين. فهل هذا هو الحال؟ هل هذا هو الحال الذي أمرنا به القرآن في قول الله جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ لا والله، لسنا أهلا لنصرة الله جل وعلا، لسنا أهلا لتمكين الله لنا في الأرض. فلا بد إذن أن نرجع إلى الإيمان، لا بد إذن أن نرجع إلى الإسلام، لا بد إذن أن نرجع إلى عناصر القوة بأسرها. لا أقول القوة البدنية ولا أقول القوة العسكرية، وإنما أقول القوة بجميع معانيها. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في جزء من الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن الإسلام دين القوة، دين العزة، دين الكرامة، دين الرفعة، دين الشرف، دين العلو. إن الإسلام لا بد له من قوة،
لا بد له من رجال يحملون هذه الأمانة ويحملون هذه الراية. وصدق الله إذ يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. عيال أنصاف رجال نساء يخافون في الله لومة لائم، لا، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. نحن في حاجة إلى هؤلاء الرجال. يا شباب الإسلام ويا شباب المسلمين، لا بد أن نكون رجالا، لا بد أن نحمل لواء الإسلام برجولة، بقوة، بشدة، بحزم، لا تهاون، لا ميوعة، لا خلوصة. هذا هو حال المسلمين اليوم. لو نظرت إلى الشباب يتسكع في الشوارع والطرقات، قد علق في رقبته السلسلة كالبقرة الضاحكة، وعلق في يده الحظاظة، وقد يقف في الشوارع والطرقات ليؤذي المسلمين والمسلمات. هل هذا هو حال الإسلام؟ هل هذا هو حال المسلمين الذين نسأل الله أن يحرر على أيديهم القدس الذبيحة؟ لا والله، لسنا أهلا بهذا الحال لنصرة الله جل وعلا. ولكن الإسلام يريد رجالا، ولكن الدين يريد رجالا، رجالا كخالد، رجالا كأبي عبيدة، كسعد بن أبي وقاص، كعمر بن العاص، كهؤلاء الرجال الذين تخرجوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. نريد هذا التراب، ونريد هؤلاء الرجال الأسداد العمالقة الذين كانوا يحملون أرواحهم على أسنة السيوف والرماح يريدون من الله الفوز بالشهادة. إما أن ترفع راية التوحيد، وإما أن يلقوا الله جل وعلا إحدى الحسنين. فأين هؤلاء الرجال؟ لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة. نحن نزعم المحبة لرسول الله، ونزعم الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ما أتيت لمسلم من المسلمين لتذكره بالله وتذكره برسول الله صلى الله عليه وسلم لدق لك على قلبه وخبط على قلبه وقال: إن الرب رب قلوب، وإن قلبي قد امتلأ بالإيمان، وإن قلبي قد امتلأ بالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتشت في حاله، ولو فتشت في سلوكه، ولو فتشت في معاملاته لوجدته أبعد ما يكون عن حب النبي وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لنا في رسول الله الأسوة، ولنا في رسول الله القدوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الاستحواذ على جميع عناصر القوة التي نود أن نكون أهلا لها إن شاء الله جل وعلا. يكفي أن تتذكروا معي مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في معركة حنين، حينما صمتت الألسنة وهرب الجميع وفر الجميع، وخطبت السيوف والرماح على منابر الرقاب، وانكشف ميدان القتال. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ بأعلى صوته قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه قوة. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه قوة. يعلن عن دينه، ويعلن عن إسلامه، ويعلن عن مبادئه. هذه هي القوة. لا بد إذا ما أراد المسلم أن يكون قويا، لا بد أن يكون صريحا، لا بد أن يكون صريحا في إعلانه لمبادئه، لا يكون متلونا أبدا. المسلم لا يتلون ولا يتغير، المسلم لا يكون منافقا في لحظة من اللحظات، المؤمن لا ينافق أبدا، لأن له منهج واضح، وله خط واضح، وله طريق واضح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس، حينما مات ولده إبراهيم، سمع الناس يقولون: لقد كسفت الشمس حزنا على موت ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤمن كما أقول ليس له إلا طريق واحد، وليس له إلا مبدأ واحد، كله صراحة، لا تملق فيه ولا أجاد فيه ولا انحراف فيه. صعد النبي على المنبر وقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد من الناس. هذه قوة، هذه قوة. المسلم واضح، يعتز بربه، ويعتز بدينه، ويعتز بإيمانه، لا يخشى في الله لومة لائم. لو هددوه بقطع الأرزاق وبقتل النفس لعلم علم اليقين، وكله ثقة أن هذه الأمور ليست من خصائص مخلوق على ظهر هذه الأرض، إنما هي من خصائص الألوهية لرب الأرض والسماء. يعلم المؤمن أن رزقه بيد الله وحده،
وأن أجله بيد الله وحده. ولذا فإذا ما أراد المسلم أن يكون قويا لا بد أن يكون يقينه صادقا في هذا أن الضر والنفع بيد الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب، يعلن النبي عن منهجه ويعلن النبي عن دينه ويعلن النبي عن مبدئه. لا بد كذلك يا أخ الإسلام أن تعلن عن دينك وأن تفخر بدينك وأن تعتز بهذا الدين على أسماع الدنيا وعلى أسماع الناس. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هكذا أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا علي كنا إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس إلى الأعداء فكانوا يحتمون برسول الله ويتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قوة. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في الصحراء مع بعض أصحابه وأرادوا أن يطعموا ويأكلوا، فقال أحدهم يا رسول الله أنا علي ذبح هذه الشاة، وقال الآخر وأنا علي سلخها، وقال الثالث وأنا علي طهيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علي جمع الحطب. هذه قوة، هذه قوة، بل أعلى درجات القوة. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الحصير قد علم في جنبه وفي خده الشريف، فبكى عمر وقال يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون وتنعمون في الحرير وأنت أفضل الخلق عند الله، تنام على الحصير يعلمه في خدك. فقال ويحك يا عمر، هؤلاء قوم عجلت لهم الدنيا ونحن قوم عجلت لنا الآخرة. هذه قوة، قوة إيمان، قوة عقيدة، قوة ثبات على الحق. هؤلاء قوم عجلت لهم الدنيا ونحن قوم عجلت لنا الآخرة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تنظر إليه عائشة وتقول يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما هذه العبادة ولما هذا العناء ولما هذا الجهد؟ فيقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه قوة، هذه قوة. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا أروع الأمثلة في أنك إذا ما أمرت بشيء لا بد وأن تكون أول المؤتمرين بهذا الشيء. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم القوي الذي يقول في حقه عليه كنا نتقي به ونحتمي به. يأتيه يوما حبر من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعلة، ويأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه يلتف الصحابة برسول الله كما تلتف النجوم بالقمر في ليلة البدر، ويأتي هذا الحب الذي تعدى الأدب وأساء المقام ليقبض على مجامع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويخنقه خنقا شديدا ويرج النبي بعنف وهو يقول له أد ما عليك من دين يا محمد فإنكم يا بني هاشم قوم تماطلون في سداد الديون. حبر يسمى زيد بن سعنة من أحبار اليهود. عمر يجلس إلى جوار النبي والصحابة يلتفون برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحبر يسيء الأدب مع رسول الله، يقول له أد ما عليك من دين يا محمد. حقا لقد أخذ النبي من هذا اليهودي دينا، ولكنه لم يحن وقت أداء الدين بعد، وهذا الحبر يرب النبي ويهزه بهذا العنف. عمر بن الخطاب لا يقبل نسمة هواء باردة تهب على رسول الله، فقام عمر يزمجر ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر من النبي إشارة للقضاء على حياة هذا الذي أساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي علمنا أن الشدة تفسد ولا تصلح، وأن العنف يهدم ولا يبني. إذن فماذا أنت قائل يا سيد الأخلاق؟ إذن فماذا أنت صانع يا أستاذ البشرية ويا معلم الإنسانية؟ يقوم عمر ويقول يا رسول الله ائذن لي أن أقضي عليه، ائذن لي أن أقتله، هذا الذي أساء الأدب معك يا رسول الله. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر لا يا عمر والله ما لهذا دعوناك، لقد كان من الواجب عليك يا عمر أن تأمرني بسداد الدين وأن تأمره بحسن الطلب. هذه قوة، هذه عظمة،
هذه هي القوة بعينها. يكفي إشارة من إحدى أصابع النبي عمر فتقضي على حياة هذا الحظ، ولكن قوة الإيمان وقوة المبدأ وقوة العقيدة وقوة الأخلاق وقوة الثقة يقول لا يا عمر، لقد كان من الواجب علي أن تأمرني بسداد الدين وأن تأمره بحسن الطلب. وهنا يا أحباب أقول لكم، قوة الإيمان تحرك الجبال الرواسي، قوة الإيمان وقوة العقيدة تحول الجبال وتنقل الجبال من أماكنها. ماذا قال هذا الحب؟ وقف كالعصفور المبلل بماء المطر أمام رسول الله وقال: والله يا محمد ما أتيت أطلب منك دينا، لأني أعلم أن وقت الدين لم يحن بعد. إذن ما الذي حملك على هذا وما الذي دعاك على هذا؟ قال: لقد قرأت جميع أوصافك في التوراة والإنجيل فوجدتها كلها متحققة فيه، إلا أنني لم أجرب معك صفة، ألا وهي صفة الحلم عند الغضب، وها أنا ذا قد جربتها اليوم فيك، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إنها قوة، إنما هي القوة بعينها. ولما نظر إلى ولده يوما، نظر عمر إلى ولده فوجد ولده قد لبس حلة جديدة ومشى مفتخرا مزهوا بهذه الحلة. أتدرون ماذا صنع عمر؟ علاه ضربا بضرته حتى أبكاه. فقالت له حفصة متعجبة: لماذا تصنع ذلك يا أمير المؤمنين؟ لما تضرب ولدك هكذا؟ فقال لها: يا حفصة، لقد رأيته قد أعجبته نفسه فأردت أن أحقرها إليه. هذه العزة، هذا هو عمر رضوان الله عليه، عمر بن الخطاب الذي كان يذهب إلى هناك إلى بعيد إلى أقصى أطراف المدينة. لماذا؟ لماذا؟ لينظف الطعام ويعد، لينظف المكان ويعد الطعام ويأتي بالماء إلى عجوز عمياء. هذا هو عمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه القوة يا أحباب. عمر بن الخطاب الذي خرج يوما يتفقد أحوال الرعية، يتفقد أحوال الناس، وفجأة يرى نارا من بعيد ويقترب عمر، وكان معه خادمه أسلم، وكلكم جميعا يعرف القصة. فاقترب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال بأدب جم: السلام عليكم يا أهل الضوء. ولم يقل السلام عليكم يا أهل النار. فوجد امرأة ومن حولها أطفال يتضاغون ويبكون، فقال لها: ما هذا؟ قالت له: سامح الله عمر بن الخطاب. قال: ولما؟ قالت: لأنه جلس مكانه هناك وترك أولاد المسلمين جياعا، وما هذا الذي تضعينه على النار؟ قالت: أضع قدر قدرا إناء ما بداخله. قالت: أضع فيه الماء وقليلا من الوقليل أضع فيه الماء وقليل من الحصى قليلا من الحصى. قال: هل أولادك يأكلون هذا الطوب ويأكلون هذا الحصى؟ قالت: كلا، ولكنهم حينما ينظرون إلى الماء يغلي أصدرهم بهذا فينامون. فبكى عمر بن الخطاب، هذا القوي العملاق بكى. إذا ما أردت أن تنظر إلى عمر كعصفور مبلل بماء المطر فعليك أن تقول له: اتق الله يا عمر، لو تعد وصفر لونه. إذا ما قيل له: اتق الله يا عمر، لوجدت عمرا كعصفور مبلل بماء المطر من شدة خوفه من الله جل وعلا. وذهب عمر سريعا وأتى بجوال من الدقيق وعلبة من السمن وعلبة من العسل، وقال لأسلم رضوان الله عليه: ارفع علي يا أسلم، شيل لي شوال الدقيق، هيشتغل شيال أمير المؤمنين؟ نعم، ارفع علي يا أسلم. فقال أسلم: أرفع عليك أم أرفع عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: بل ارفع علي، أأنت سترفع عني ذنبي أمام الله يوم القيامة؟ ارفع علي. وحمل أمير المؤمنين جوال الدقيق على ظهره وخرج إلى هذه المرأة وصنع ما يسمى بالحريرة العصيبة، سمن ودقيق وعسل. يقول أسلم: والله لقد أحنى عمر رأسه وظل ينفخ في النار ليطهي الطعام بسرعة حتى رأيت الدموع تتساقط من لحية عمر من كثافة الدخان. وقال لها عمر: يا أمة الله، أنا أنفخ للطعام لأعجل بطهيه وأنت تسطحين، أنا أطعم الأولاد وأنت تسطحين، يعني أنت تبرد الأكل وأنا حأكل أولادك.
وأخذ عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وحاكم الدولة يطعم هؤلاء الأطفال الصغار الجياع، فنظرت إليه المرأة وهو يطعم أولادها وقالت له: والله يا هذا إنك لأحق بالخلافة من عمر بن الخطاب. عمر ينام هناك وأنت تطعم أولادها هنا، والله إنك لأحق بالخلافة من عمر. هذا هو عمر، إنها القوة، إنها قوة الإيمان، إنها قوة العقيدة. عمر هذا العملاق يمشي في طريق ذات مرة، وتستوقفه امرأة تركب على حمار، فينزل عمر بن الخطاب على دابته، وتلتقم هذه المرأة العجوز أذن عمر رضي الله عنه، وأخذت تكلمه طويلا وتقول له: لقد كنت تدعى في الجاهلية عميرا، وها أنت الآن تدعى، ثم دعيت يا عمر، وها أنت الآن تدعى يا أمير المؤمنين، اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر. فمن أيقن الحساب، فمن أيقن بالحساب خوف من العذاب. ويبكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتعجب الناس من حوله ويقولون له: من هذه التي استوقفتك طويلا وأبكتك يا عمر؟ فيقول لهم عمر: والله لو استوقفتني النهار كله لوقفت معها، ما تركتها إلا لأداء الصلاة المكتوبة. ألا تعلمون من هذه؟ إنها خولة بنت ثعلبة التي استمع الله إلى قولها من فوق سبع سماوات، أيستمع الله لقولها ولا يستمع قولها عمر؟ هذا هو عمر، هذا هو عمر أيها الأحباب، هذا العملاق القوي. حينما طعن وقتل ونقلوه إلى فراشه في داره، وأراد أن يسأل على يد من كان قتلي، قالوا: إنك قتلت على يد مجوسي ما سجد لله سجدة، فسجد لله شكرا وهو يقول: الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لم يسجد لله سجدة يحتج بها علي أمام الله يوم القيامة. وينام عمر والدم الشريف ينزف، ويقول لولده عبد الله الذي وضع رأسه على فخذه، يقول عمر: يا عبد الله ضع رأسي على التراب، ضع رأسي على الأرض يا عبد الله. فيقول عبد الله: وما ضرك يا أبي ورأسك على فخذي؟ يقول: يا عبد الله ضع رأسي على الأرض حتى ينظر الله إلي بعين رحمته، ضع رأسي على الأرض حتى ينظر الله إلي بعين الرحمة، واذهب يا بني إلى عائشة واستأذنها وقل لها عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فأنا اليوم لست أميرا للمؤمنين، يستأذنك في أن يدفن إلى جوار رسول الله وإلى جوار صاحبه الصديق. فيذهب عبد الله، فتقول عائشة: لقد كنت أود هذا المكان لنفسي، ولكني أوثر عمر اليوم على نفسي. ويرجع عبد الله ويطمئن أباه، فيسعد عمر بن الخطاب سعادة بالغة. ثم بعد ذلك يوصي ولده عبد الله أن يؤدي عنه الديون، ثم يقول له: يا عبد الله إذا أنا مت اقتصدوا في كفني، فإن كان لي عند الله خير أبدلني خيرا منه، وإن كان غير ذلك سلبني الله عز وجل إياه فأسرع سلبي. يا عبد الله اقتصدوا في حفرتي، فإن كان لي عند الله خير أوسعها الله لي كمد البصر، وإن كان غير ذلك ضيقها الله علي حتى تختلف أضلاعي. يا عبد الله لا تخرج معي امرأة ولا تمدحوني بما ليس في، وإذا ما حملتم جنازتي فأسرعوا بها، فإن كان لي عند الله خير فهو خير تقدمونني إليه، وإن كان غير ذلك شر أزحتموه عن رقابكم. هذا هو عمر أيها الأحباب، هذه هي القوة بعينها، هذه هي القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أيها الشباب خذوا الدين بقوة، أيها الشباب خذوا الإسلام بقوة. لا تقل: والله إن الله سبحانه وتعالى يقول كذا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولكنني أرى كذا، ولكن مصلحة الدعوة كذا، ولكن مصلحة الدين كذا، ولكنني من وجهة نظري كذا. لا،
الإسلام أوامر ونواهي وحدود، فلا بد أن نقف عند أوامر الله بالامتثال، ولا بد أن نقف عند نواهي الله بعلم بالاجتناب، ولا بد أن نقف عند حدود الله بعلم التجاوز والتعدي والطغيان. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أيها الأحباب احملوا الدين بقوة وتحركوا لهذا الدين بالقوة، بقوة الإيمان، بقوة الأبدان، فإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، الإسلام يحتاج إلى رجال. لقد وصل بنا الحال في هذه الأيام إلى قمة الضعف وقمة الذل وقمة الهوان، فإذا ما أردتم أن تعودوا إلى عزكم وإلى مجدكم الذي كان عليه أصحاب النبي، فلا بد أن ترجعوا إلى قوة الدين وإلى قوة الإيمان. لا بد أن نصحح الإسلام وأن نصحح مفاهيم الإسلام. إن الله جل وعلا لم ينصرنا إلا إذا كنا أهلا لنصرة الله، ولن ينصر الله إلا المؤمنين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الصالحون، تفتشوا في أنفسكم، تعالوا بنا ليبحث كل واحد منا عن دينه. هل أنا أهل لنصرة الله جل وعلا؟ هل أنا أهل لأن يمكن الله لي في الأرض؟ لا. توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. فليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم، فيطرحن الله في قلوبكم الوهن. قيل: أما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لا بد أن نرجع إلى الله، لا بد أن نقوي إيماننا في قلوبنا. قوة الإيمان وقوة الأبدان وقوة العقيدة وقوة الأخلاق وقوة العلم وقوة الدين وقوة الثقافة. لا بد أن نعلم علم اليقين أننا لو صرنا وظللنا على هذا الحال فلن يمكن الله لنا في الأرض أبدا. لا بد أن نرجع إلى الله، ولا بد أن نقوي إيماننا في القلوب، لا بد أن نقوي العقائد والسلوك والأخلاق، لأن المسلمين اليوم حالهم يرثى له والعياذ بالله. لأن المسلمين اليوم حالهم يخزي ويندى له الجبين خجلا. المسلمون في كل بقاع الأرض، المسلمون في كل بقاع الأرض، هذا يتعصب لوطنية، وهذا يتعصب للأرض، وهذا يتعصب للعلم، وهذا يتعصب للدولة، وهذا يتعصب لفكر من الأفكار، وهذا يتعصب لمبدأ من المبادئ، وهذا يتعصب لأدب من الآداب. ولكننا لا نتعصب لله ولا لدين الله ولا لكتابه. والإسلام يذكرنا أنه لو عدنا إلى رحاه، ولو زرنا حيث دار الإسلام لأعزنا الله جل وعلا. دوروا حيث دار رحى الإسلام أيها الأحباب، عودوا إلى كتاب ربكم، وعودوا إلى شرع نبيكم، فإن في الكتاب والسنة عزنا، إن في الكتاب والسنة مجدنا، إن في الكتاب والسنة كرامتنا، إن في الكتاب والسنة رفعتنا. لما هذه الخلافات؟ ولما هذه الفرقة؟ ائتلفوا واتحدوا واتفقوا واجتمعوا ولا تتفرقوا. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعل نصرة الدين على أيدينا، ونسأل الله أن يكرمنا ويعظمنا بهذا الشرف إن شاء الله. وقبل أن أغادر هذا المكان، أزف إليكم هذه البشرة الطيبة، فإنها إن دلت فإنما تدل على الخير إن شاء الله جل وعلا. بعد أن انتهينا من درس الأمس بمسجد النبي موسى، وعدت إلى داري في حوالي الساعة 11:00، وإذ بباب بيتي يدق علي، وخرجت لأرى نفسي واقفا أمام أخت فاضلة، أمام أخت أحسبها من الصالحات ولا أزكيها على الله، وهذه الأخت هي التي أعلنت عنها قبل ذلك بأنها قد جاءتني ليلا وأعطتني 2000 من الجنيهات لمسجد النبي موسى، وأعطتني في الشهر الماضي 1000 وزعناه
بين مسجد الإيمان وبين مسجد أم القرى وبين مسجد الأنصار؟ هي نفس الأخت. وجدتها بالأمس أتت إلي وأعطتني مبلغ 1500 لمسجد الإيمان. أخت امرأة مسلمة بالأمس في تمام الساعة 11 وجدت نفسي أمام هذه الصالحة وأحسبها كذلك. والله لا تأتيني إلا ليلى، لا تأتيني إلا ليلى مبلغ 1500 جزاها الله خيرا لمسجد الإيمان. فها هي امرأة وها هي أخت. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرك هذا الخبر وهذه البشرى القلوب لتنهي هذا البناء ولتنهي هذا المسجد المبارك إن شاء الله جل وعلا. فادعو الله مع لهذه الأخت الصالحة أن يبارك فيها وفي أولادها وفي بناتها، وأن يخلف عليها حلالا، وأن يبارك في كل من ساهد مع من ساهد معها في جمع هذا المبلغ. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في نساء المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منها هذا العمل وأن يدخر الله لها هذا العمل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا أيها الأخوان ويا أيها الأحباب، أذكركم وأذكر نفسي بهذا البيت المبارك، بهذا البيت العامر. لا تبخلوا على بيت الله، واعلموا بأن الله جل وعلا كريم. ما من منفق ينفق في سبيل الله إلا وأخلف الله عليه حلالا. واعلموا بأن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. ربما تصدقت لبيت الله جل وعلا وكان الله قد خبر لولدك مرضا والعياذ بالله، فبصدقتك هذه يرفع الله عن ولدك البلاء. اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، ولا أكثر أكثر من ذلك، فإني أعلم علم اليقين أنكم الحمد لله أهل خير والحمد لله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا عيوبنا، اللهم آمن لنا روعاتنا، اللهم توفنا على الإيمان وأنت راض عنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا ترى لأحد منا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا حاجة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، واجعله بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة أموره للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.